اللواء عماد حمدي رئيس المدينه، رئيس مدينه راس البر. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. بالتالي حضرتك عارف بقى مشكله كريمه من ساعه ما تطورت لغايه اللحظه دي. الحقيقه يا شريف بيه، انا جيت راس البر من حوالي اسبوعين. تمام. وطبعا انا اول ما جيت الحقيقه ما بعتلهاش، هي اللي شرفتني هي وجوزها في المكتب. كويس. واشتكت لي ان الباعه اللي في السوق 63 بيضايقوها في وقفتها. تمام. وان هي كانت طلعت المحافظه عشان تقن وهي غير قانونيه. فالحقيقه قلت لها انت وافقه قانوني يا حاجه كريمه؟ فقالت لا انا عارف انها مش قانونيه. طب خلاص خليكي مكانك لغايه ما نشوف لك مكان تاني نوقفك فيه. انها تاخد مكان دايم يعني. بعيد يبقى قانوني ونظبطه لها وننقصه لها وبعيد عن المضايقات. ان اصحاب المحلات برضه حضرتك يقف في مكان غير مقبول في الجنينه في وسط الشارع. يعني حتى احنا لما نيجي نرفع اشغالات مع حضرتك برضه لازم نوائم بين مصلحتين، مصلحه المواطن عادي وبين صحاب الباعة الجائنين في نفس الوقت يعني. بس هي راحت المكان اللي كانت المحافظه قالت لها عليه. ايوه يا فندم، هو المكان فعلا المكان غير مناسب وغير قانوني، والناس اتشكوا الباعين في السوق بداوا يضايقوها، وهي كانت اشتكت ان الباعين بيضايقوها، واصحاب المحلات لانها واقفه مش فقلت لها انا عندي انا دي خليك واقفه مكانك وانا اجيب لك مكان اخر بديل تقف فيه. فالحقيقه قالت لي طيب حاضر، وبالفعل احنا نزلنا وحددنا مكان في السوق في نفس سوق 63. تمام. ليها وانا بعت لها قلت لها لو سمحتي انقلي بقى في المكان الثاني. عشان احنا لازم نعيد انضباط للشارع. يعني انت دلوقتي هيتوفر لها مكان غير المكان المؤقت اللي هي كانت فيه. هيتوفر لها بالفعل وتحددناه بالفعل وهي عرفته بالفعل. اللي حصل بعد كده ان بعد كده جوزها جالي. وقال لي حضرتك المكان ده صغير شويه. احنا عايزين مكان اوسع منه. طب لو سمحت الحاج رمضان اقف في المكان دوت لما نشوف مكان تاني، انما ده مكان في وسط السوق واصلا احنا جايبينه لك يعني بصعوبه في وسط السوق عشان تقف توقف في مكان قانوني ما حدش لاقك فيه. وبالفعل مش على كده وده اللي حصل. احنا بتعليمات الدكتوره السيده الفاضله محافظه دمياط بنحاول نعيد انضباط للشوارع، بنحاول نشيل الاشغالات. هي دلوقتي حضرتك مع الست كريمه هتاخد المكان اللي هو الاكبر شويه ده وتستقر فيه صح؟ انا بنت حددت لها مكان بالفعل وهي عرفته هي وجوزها وقلت لهم انقلوا فيه بلاش الجزيره الوسطانيه عشان ما حدش جايبكم وانتم عارفين انكم واقفين مخالفين. تمام. مش معقول نسيب اشغال جوه جنينه حديقه من فيها شارع وفيها ورد وفيها حاجات دي كلها. ما زي ما حضرتك قلت هي المساله انه ما يبقاش في يعني لو المكان ما ينفعش يبقى توفر المكان الثاني. ست كريمه بشكرك لواء عماد حمدي، بشكر حضرتك وشكرا على المتابعه. يعني بنحاول ان احنا نشوف ايه الامور تتحل ازاي.